ما أرخص الجمل لولا القلادة. يحكى أن رجلا كان له بعير وقد فقده ذات يوم، فبات يبحث عنه، ولما استيأس منه بعد عناء وشقاء وبكاء وجهد وفقد، أقسم إن وجده ليبيعنه بدرهم، فأصابه ولقيه، وليس له إلا أن يبر بقسمه، فجاء بقلادة رخيصة وعلقها في عنق البعير وقال: أبيع الجمل بدرهم وأبيع القلادة بألف درهم ولا أبيعهما إلا معا. فقالت العرب: ما أرخص الجمل لولا القلادة. وجرى ذلك مثلا يضرب في النفيس والخسيس يقترنان.